كان العالم في العصور الوسطى مقسما إلى عالم مسيحي وعالم إسلامي، وكانوا في حالة صراع دائم. في الجهة المقابلة كان العالم المسيحي لا يزال يعاني من الانشقاق العظيم بين الكنيسة الأرثوذكسية في الشرق وبين الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في الغرب، وتسبب هذا في القطيعة بين الطرفين. وعلى حد سواء كان العالم الإسلامي يعاني من التفرقة والتشرذم بسبب الخلافات المذهبية والتخاصم بين حكام المناطق الإسلامية. لكن في القرن الحادي عشر ميلادي ستظهر قوة جديدة على الساحة الإسلامية، وهم السلاجقة الأتراك القادمين من آسيا الوسطى. أخذ السلاجقة الأتراك في التوسع على حساب القوى الإسلامية المحيطة، وفي عهد القائد السلجوقي ألب أرسلان تغيرت سياسة السلاجقة في آسيا الصغرى، حيث أصبحت تستهدف التوسع أيضا على حساب الإمبراطورية البيزنطية، مما أدى إلى نشوب معركة كبرى بين السلاجقة الأتراك والإمبراطورية البيزنطية في عام 1071 للميلاد، وهي معركة مالافكارد. ألحق السلاجقة الأتراك هزيمة ساحقة بالإمبراطورية البيزنطية. وفي عهد ملك شاه استمر السلاجقة في التوسع في آسيا الصغرى، حيث أصبحت معظم الأناضول تحت سيطرتهم. لكن بعد وفاة السلطان السلجوقي ملك شاه سنة 1092 للميلاد، انقسمت إمبراطوريته إلى عدة فرق متناحرة فيما بينها. وعلى الرغم من ذلك توالت الهجمات السلجوقية على الإمبراطورية البيزنطية من أجل التوسع أكثر، مما دفع الإمبراطور البيزنطي أليكسيوس الأول سنة 1095 للميلاد إلى مراسلة البابا أوربان الثاني طالبا النجدة والدعم العسكري من مسيحي الغرب. لطالما كان يطمح أوربان الثاني بأن يوحد الكنيسة الشرقية والغربية تحت سقف واحد، وأن يكون الزعيم الأكبر والأوحد لجميع المسيحيين في العالم، بالإضافة إلى استعادة الأراضي المقدسة من المسلمين وعلى رأسها القدس. كانت مناشدة أليكسيوس الفرصة الذهبية لأوربان الثاني لخدمة طموحاته. وفي مؤتمر كليرمون بفرنسا عام 1095 للميلاد ألقى أوربان الثاني خطابا روحانيا ملهما لحشد من رجال الدين والنبلاء: طهروا قلوبكم إذن من أدران الحقد، واقضوا على ما بينكم من نزاع، واتخذوا طريقكم إلى الضريح المقدس، وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنس الخبيث، وتملكوها أنتم. إن أورشليم أرضا لا نظير لها في ثمارها، هي فردوس المباهج. إن المدينة العظمى القائمة في وسط العالم تستغيث بكم أن هبوا لإنقاذها، فقوموا بهذه الرحلة راغبين متحمسين، تتخلصوا من ذنوبكم، وثقوا بأنكم ستنالون من أجل ذلك مجدا لا يفنى في ملكوت السماوات. ألهب الخطاب حماس الحشود، فبدأوا بالصراخ: ديوس فولت، ديوس فولت، إنها إرادة الرب، إنها إرادة الرب. انتشرت بشارة البابا في جميع أنحاء أوروبا كالنار في الهشيم، وأثارت موجة من الحماس الديني. عاهد الآلاف من النبلاء والفرسان على السفر إلى الأرض المقدسة والانضمام إلى الحملة الصليبية. على خلاف ما توقعه البابا أوربان الثاني، فإن بشارته في مؤتمر كليرمون بفرنسا جذبت حتى الفلاحين وسكان المدن والفقراء للانضمام للحملة. والفضل يعود إلى راهب فرنسي يدعى بطرس الناسك، حيث ألهم معظم هؤلاء وأصبح فيما بعد قائدا لهذه الحملة، حملة الفقراء. وفي عام 1096 للميلاد أخذت حملة الفقراء طريقها نحو الشرق بقيادة بطرس الناسك. وبمجرد دخولهم للأراضي المجرية نفذت مؤونتهم، ولم يتورعوا في إزهاق الأرواح المسيحية وسلب الأموات والممتلكات، ولم تسلم منهم حتى الأراضي البيزنطية.
فور وصولهم إلى القسطنطينية قام الإمبراطور البيزنطي بالتخلص منهم بسرعة عبر نقلهم إلى آسيا الصغرى. دخلت الجموع الصليبية إلى آسيا الصغرى فتمركزوا في إحدى الحصون المنيعة منتظرين الإمدادات والجيوش النظامية. وهناك تشكل خلاف بين الإفرنج من جهة والألمان والإيطاليين من جهة أخرى. لم يطيقوا الألمان والإيطاليين صبرا فقرروا بقيادة رينالد النورماني الخروج والإغارة على بعض القرى، ونجحوا في أسر قلعة كيسري كوردن القريبة من مدينة نيقية. غير أن هذه التعديات أثارت حفيظة السلطان قيلش أرسلان فقرر أن يخرج مع جيشه لاسترداد القلعة. وبعد 8 أيام من الحصار استسلمت الجموع الصليبية وقتل معظمهم. ولجأ قيلش أرسلان إلى خطة ذكية كي يستدرج النصف الآخر من الصليبيين المحصنين في حصن كيفيتوت، فأرسل 2 من جواسيسه إلى الحصن أشعا بأن الألمان والإيطاليين استولوا على مدينة نيقية وبدأوا في توزيع الغنائم. أثارت هذه الشائعة نشوة صاخبة في المعسكر الصليبي، وتضاربت آراؤهم حول الخروج من عدمه من أجل أخذ نصيب من الغنائم أيضا في مدينة نيقية. إلا أنه تم اتخاذ القرار بأن ينقسم المقاتلون إلى 6 فرق وأن يتجهوا إلى مدينة نيقية. وبينما كان الصليبيون في طريقهم إلى نيقية كان السلاجقة بقيادة قيلش أرسلان قد دبروا لهم فخا محكما من أجل الإيقاع بهم. وما هي إلا لحظات حتى انقضت القوات السلجوقية على الصليبيين وتحولت نشوتهم الصاخبة إلى ذعر. استخدمت القوات السلجوقية أسلوب الكر والفر وأحاطوا بهم من كل الجهات. لم تستطع القوات الصليبية مواكبة زخم السلاجقة وتمت إبادة القسم الأكبر منهم، إلا أن بعضهم قرر الانسحاب إلى حصن كيفيتوت. طاردتهم القوات السلجوقية وفتكت بكل من كان في المعسكر من المقاتلين، أما البقية فأخذهم السلاجقة كأسرى. وهكذا كانت النهاية المأساوية لحملة الفقراء، إلا أن الاستعدادات كانت تجري على قدم وساق في أوروبا الغربية وخاصة في فرنسا لتجميع الجيوش النظامية وبأعداد ضخمة لم تسبق في تاريخ أوروبا، بل لعلها لم تسبق في تاريخ العالم أجمع. بدأت الجيوش الصليبية المنظمة في المغادرة إلى الأرض المقدسة، وحسب بعض المصادر الحديثة وصلت أعداد الصليبيين ما بين 70,000 إلى 80,000 مقاتل، وما بين 60,000 إلى 100,000 من غير المقاتلين. وكانت القوات الصليبية عبارة عن 5 جيوش مستقلة. كان الجيش الأول بقيادة الفرنسي هيو كونت فيرمندوا شقيق فيليب الأول ملك فرنسا. أما الجيش الثاني فكان تحت قيادة الفرنسي غودفري دي بويون، وكان بصحبته أخوه الأمير بولدوين. أما الجيش الثالث فكان بقيادة الأمير روبرت دوق النورماندي، واصطحب معه زوج أخته ستيفن كونت بلوا. وأما الجيش الرابع فكان بقيادة الأمير الطموح بوهيموند الأطرنطي مع ابن أخيه تانكريد. أما الجيش الخامس والأخير فكان على رأسه الأمير ريمون الرابع كونت تولوز والبروفنسال مع ممثل الكنيسة أديمار أسقف لوبوي. التقت جميع هذه الجيوش في القسطنطينية، وكان هذا الجيش أكبر جيش شهدته أوروبا منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية. لم يتوقع الإمبراطور البيزنطي وصول هذه الأعداد الضخمة، مما جعله مرتابا وفي حيرة من أمره، إلا أنه قرر أن يتعايش مع الواقع وعزم إمداد الجيوش بالأموال والمؤن وكذلك المرشدين، لكن بشرط أن يقسموا بالولاء إليه وبإعادة جميع الأراضي التي كانت تحت نفوذ البيزنطيين إليه. حينها فقط سمح لهم بالعبور عبر البوسفور نحو آسيا الصغرى. وهكذا صار الصدام بين الصليبيين والسلاجقة قاب قوسين أو أدنى.
حدد الصليبيون مدينة نيقية عاصمة سلاجقة الروم كهدفهم الأول قبل التوغل في الأراضي السلجوقية من أجل الحفاظ على خطوط الإمدادات البيزنطية وعدم ترك خلفهم قوة كبيرة من المسلمين. كانت المدينة معقلاً حصيل تطل على الشاطئ الشرقي لبحيرة إزنيق، إلا أنه كان من الصعب الدفاع عنها بسبب طول جدرانها التي تبلغ 6 كيلومترات وقلة أعداد الحامية السلجوقية. وفي 14 من مايو وصلت القوات الصليبية ومعها فرقة صغيرة من الجيش البيزنطي لحصار المدينة. وقد أمد الإمبراطور البيزنطي الصليبيين بآلات الحصار والطعام والمؤن. وفيما كانت القوات الصليبية تستعد لحصار المدينة، كان السلطان قلج أرسلان خارج المدينة على بعد أكثر من 900 كيلومتر إلى الشرق يحارب الدانشنديين، كما أنه لم يصرف أي اهتمام لأنباء الحملة الصليبية معتقدا أنها مثل الجموع العامة السابقة التي قضى عليها. بدأ الحصار من الجهات الثلاثة للمدينة باستثناء الجهة الغربية التي كانت تطل على بحيرة إزنيق، حيث لم تكن في استطاعة الجيوش الصليبية منع الإمدادات على المدينة بسبب عدم توفرهم على القوة البحرية. وبعد 6 أيام من الحصار بدأ الصليبيون في قصف أسوار المدينة وأبراجها بالمجانيق، إلا أن حامية المدينة استمرت في المقاومة لكنها لم تستطع فك الحصار، وسارعت في إرسال رسالة عاجلة إلى قلج أرسلان تطلب النجدة السريعة. وفي نفس الوقت أرسل الإمبراطور البيزنطي أليكسيوس مندوبا سريا إلى داخل المدينة ليتفاوض مع الحامية السلجوقية ليسلم المدينة للبيزنطيين بدلا من سقوطها في يد الصليبيين، كما وعدهم بحفظ دمائهم وحماية أملاكهم. وبينما كانت المفاوضات تجري بين البيزنطيين وحامية المدينة، وصل قلج أرسلان مع قواته وسارع في مهاجمة الصليبيين من الجنوب. حاولت القوات السلجوقية اختراق الجيوش الصليبية ودخول المدينة، غير أن قوة الخيالة الصليبية استطاعت أن تصد هذا الهجوم، مما دفع السلطان قلج أرسلان بالتراجع مع قواته لتجنب المزيد من الخسائر، تاركا الحامية النيقية لتلقى مصيرها. وعلى الرغم من كل هذا ظلت حامية المدينة مصرة في دفاعها ورافضة للاستسلام. بعد محاولات فاشلة من الصليبيين في اختراق الجدران، أرسل الإمبراطور البيزنطي قواته البحرية لتطويق الجهة الغربية ومنع الإمدادات البحرية من الوصول إلى المدينة. بفقدان خط الإمدادات تحطمت معنويات الحامية السلجوقية وأسرعت في تسليم المدينة للبيزنطيين خلال الليل. لتتفاجأ الجيوش الصليبية بالأعلام البيزنطية ترفع فوق المدينة، وبوصول مندوب الإمبراطور البيزنطي ليعلن أن المدينة أصبحت بيزنطية وأن الصليبيون ممنوعون من دخولها. أثارت هذه الحركة الذكية حنق الصليبيين، لكن أليكسيوس استطاع أن يرضيهم بالمال والهدايا الثمينة. بعد سقوط نيقية تتجه القوات الصليبية الآن جنوبا صوب قونية العاصمة الجديدة لقلج أرسلان.